لقد سابقا في التزليق ما حصل قبل وأثناء وبعد حدوث الشيء أهم مجرد حدوثه، سحب العنان، رفع الرأس، التقويس، العض وغسل هذا موضوع هنا. العض الحصان ناوي عض لينية معقلة، بعض وسطر على مساحتك عقب العض، أدفك أطق أضرب كده آخره، أو عض وتلك معي وأعورك أو أحاول إذا كده آخره، أو عض تفريغ شحنة وطاقة محاولة سيطرة إلى آخره. إذا كان الحصان قبل العض تعاملي معه صحيح، ولما عض ما نجح بالشكل اللي يبغاه، يعني ما عض واندفع علي أو عض وتلني معه، وبعد العض خليته يسوي شيء عكس اللي كان ناوي يسويه، مثلا كان ناوي عض يندفع ما عض بالشكل المطلوب ووخر عنك، او كان ناوي عض ووخر ما عض بالشكل المطلوب ولا قدر يوخر عنك، او كان ناوي عض يندفع ما عض بالشكل المطلوب ورجع ورا. انت علمت الحصان عده امور في تعامل واحد او في وضع واحد، علمت انك قبل محاوله الهدف اللي ناوي يسويه تحكمت فيه، وان اثناء فعله له ما نجح فيه بالشكل المطلوب، ومن بعد فعله له تحكمت فيه، ومن بعد هذا كله النيه من هذا الهدف حصل عكسها تماما. الزبدة اللي حاول يسوي الحصان حصل عكسها تماما، لما حاول يوخر قربت لي، لما حاول يقرب مني وخرت عني، لما حاول يندفع رجعت ورا، لما حاول يرجع ورا جبت عندي وقف على ذلك. فصير الحصان يعرف انه مهما حاول المحاولة تكون بحدود التحكم، زي الحرارة لما يحاول ينطلق يحاول يقمص يحاول يشنع، يعرف ان اي شيء بيسويه سيحصل عكسه تماما، مع الوقت يصير يحترم محله، حتى لو شنع عشان تشع موزون ما يقاومك فيه، هذاك القمص يصير محله بس يلعب ما يقمص قمص على قدام، هذاك الحاره وغيره، فيصير يسوي الشيء بحدود المقبول الطبيعي، يرجع للغريزه والطبيعي اللي هي 10% 20% من الحركه، ال 80% الزياده اللي تشوفها مي بطبيعه مي بغريزه، زادت بسبب سوء التعامل، ما لها دخل بوراثه، ما لها دخل بدم الحصان، سلالته الى اخره. 20 30% ممكن تكون لها علاقه بالطبيعه، مثلا حصان عربي يعض اكثر من غيره، حصان الذكر يعض اكثر من غيره، الصغير يعض اكثر من غيره، نعم 20% 30%. لكن لو تعاملت مع خطا تصبح ال 30 دي 90%، ثم يقال لك الحصان دمه فيه كذا او وراثه او الى اخره، ودينك لو جبت قوت الحصان نفسه اللي يدعون انه منه هو 90% اللي زادوها تشيلها انت في الركوب الصحيح، يرجع للطبيعي اللي هو 10% 20%. الفكره ان اغلب الاشياء اللي تسمى طبيعيه بطبيعيه هي اشياء من سوء الركوب او سوء التعامل الحصان يسويها، اذا وزنته صح تقضي على الخطا اللي حطوه وترجع الحصان على طبيعته اللي 10% 20%. الحصان اللي على طبيعته سواء جديد او مدرب زين 10% 20% تعاملت مع خطا ال 10% او ال 20% اللي تتحول مع الوقت 90 او الى 100. فالموضوع الخاطئ زي التشنيع، القمص، العرض، الانطلاق يبدا بطبيعه، الحصان غير يسويها حتى بدو كذا تحمس او لعب مع خيل اخرى وغيره، لكن الطبيعه دي تعاملت معها صح اصبح الطبع سيء يستغل عليك. الطبيعه تعاملت معها خطا تزول او على الاقل تتم بالشكل الطبيعي اللي ما يستغل استغلال زايد عن اللزوم او متكلف.